2018 يعتبر عام غالي على قلوبنا، نحتفل به في عام زايد ليكون مناسبة وطنية نحتفي بها بقائد والمؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان الهيان طيب الله ثراه، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده. يظل احتفالنا هذا خالد في أذهان الجميع. أطلقنا اليوم هذه المبادرة لتسجيل رقم قياسي جديد من خلال إطلاق أكبر شاشة عرض جوية على مستوى العالم حتى الآن. We're here tonight to celebrate a new Guinness World Records title, the largest aerial projection screen. The new record set tonight, 2,145.5 square meters. We're going to use this first helicopter here to tow a very, very large banner. We're going to basically project onto it using a combination of augmented reality and live projection mapping. All in all, it's just the sense of scale that makes this a challenge. هذا الأمر يعزز مكانة المدينة على الخارطة العالمية ويبرز الكثير من معالمها الجميلة للترويج لها بين أفضل الوجهات في العالم.